السلام عليكم. غادي نبداو بالتمرين رقم 5 الصفحة 27 من المرجع في الرياضيات للمستوى الثالث ابتدائي. ألون بطاقة الأطوال أصغر من متر. هنايا عندنا 98 سنتيمتر، عندنا 101 سنتيمتر، عندنا 9 ديسيمتر 9 سنتيمتر، عندنا 11 ديسيمتر. غادي نشدو هاد الارقام وغادي ندخلوهم لجدول قياس الاطوال، وغادي نعرفو من هو الرقم والعدد اللي هو اصغر من متر. نشوفو الشرح ونرجعو نلونو البطاقات اللي عندنا. باش نخرجو هذاك التمرين رقم 5 خصنا نمشيو نرسمو الجدول ديال قياس الأطوال ديال المتر. هنا عندنا المتر، ديسيمتر، سنتيمتر، وهنا المليمتر. يعني الوحدة الرئيسية هي المتر. هنا عندنا الأجزاء ديالو. هنا عندنا الديسيمتر، وهنا عندنا سنتيمتر، وهنا عندنا الميلي متر. عندنا في السؤال 98 سنتيمتر، واش هي اصغر من 1 متر ولا اكبر من 1 متر؟ الا كانت عندنا 98 سنتيمتر، يعني خصنا نوضعوها في الجدول. هنا كنبداو بالرقم الوحدات، هو الاول كنحطوه في الوحده، يعني 98 سنتيمتر غنجيو السنتيمتر غنحطو 8 هنا، و 9 في الديسيمتر، يعني هاد العدد صغر من متر. يعني 98 سنتيمتر صغر من متر. نجيو العدد الاخر اللي قالوا لنا 101 سنتيمتر، حتى هي نوضعوها في الجدول. كي قلنا دائما 101 سنتيمتر، يعني 1 هي اللي غنحطها في سنتيمتر، وصفر غنحطها في الديسيمتر، وواحد غنحطوه في المتر. يعني هاد العدد اشنو بان لكم؟ يعني هاد العدد راه كبر من متر، يعني 101 سنتيمتر كبر من متر. نجيو العدد الثاني 9 ديسيمتر 9 سنتيمتر. 9 ديسيمتر، نبداو بالرقم الاول وحدات 9 سنتيمتر، ها هي في سنتيمتر، و9 نديروها في الديسيمتر. يعني هاد العدد اش نقولوا؟ هاد العدد اصغر من المتر. يعني 9 ديسيمتر 9 سنتيمتر صغر من متر. نجيو العدد الموالي اللي بقى لينا هو 11 ديسيمتر. نجيو الجدول نحطوها في الجدول ونلاحظ 11 ديسيمتر، كنحطو الواحد الاولى في الديسيمتر وواحد في المتر، هكا الترتيب. يعني الاول كنحطوه في الوحده اللي معطيان 11 ديسيمتر. هنا عندنا 11 ديسيمتر اكبر من متر. هذا هو الترتيب ديال الاعداد ديالنا. 98 صغر من متر، 101 سنتيمتر كبر من متر، 9 ديسيمتر 9 سنتيمتر صغر من متر،
11 ديسيمتر كبر من 1 متر. دابا نرجعو نشوفو الخانات اللي غادي نلونو. هنا غنرجعو الخانات كي قلنا اللي غادي نلونو. غادي نلونو قلنا ولون بطاقة الأطوال الأصغر من 1 متر. اللي عندنا صغر من 1 متر هو 98، يعني غنلونو هذه، وغادي نلونو 9 ديسيمتر، 9 سنتيمتر. هادو هما البطاقات اللي غادي نلون، وهذا هو تصحيح ديال التمرين.